لعزو كنت جاي اضربك بس قلت لحالي لا، لانك اكلت قتل ما بتحمله بديش، لاني بريء من دم رشدي. لا، لانك بتحمل قتل اكثر من الكديش، من شان هيك ما اعترفت انك قتلته لرشدي ولعزو. الله يسامحك يا وفي، بس الله بيشهد اني ما عملت شيء. بقول برجع بضربك ولا ها؟ لا خلاص خلاص سكتنا. بس الله بيشهد يا وفي اني ما عملت شيء بيغضب الله. لك يا الله ياخذك. يا ريت يا ريت الله ياخذني وارتاح من همي بقى. اخ يا امي اخ. لك شو عم تحكي يا ام صبحي؟ لك عزو بالسجن؟ ايه بالسجن، تعهمينه بقتل جوزها لفكرية. شو عم تحكي انتي؟ وقتل جوزها لفكرية؟ شايفة عملتك لوين وصلتكم؟ هي انتي اتطلقتي وجوزك التحش بالحبس، والله يستر ما يصل لحبل المشنقة. قولي قولي على قامتك يا سيها، ولك يبعت لي عم عليك يا عزو، يبعت لي عم عليك. يعني لو طولتي بالك شوي شو كان صار عليكي لك هبلة؟ ليش أنا كنت عارفاني رح يصير هيك يا أم صبحي؟ والله كنت ما خليته تطلع من عندي من البيت، وكنت حطيت على جرحي ملح وسكتت وصبرت. والله يا أم صبحي الوحدة منا لازم تشغل أعلى قبل قلبها، مو جنة فرجنة وتروح حالها. أم صبحي قليلي مشان الله شو العمل هلأ؟ بدي جوزي يرجع لي. بدنا نستنى يا سيهام، بدنا نستنى لحتى يطلع عزو من الحبس. قولي معناته الشغلة مطولة كتير. ايه مطولة كتير، بتستاهلي، خرجك الله لا يقيمك، كلهم من ورا لسانك الطويلة اللي يبليه بيقصه. قولي على قامتي، قولي على قامتي لك يبعت لي عمّا إن شاء الله، يبعت لي عمّا. صار لازم أهلك يعرفوا إنك اتطلقتي. لك يبعت لي عمّا إذا عرفوا، يبعت لي عمّا. يبعت لك 60 حمّة. أنا رايحة لعند أهلك خبرهم بكل شي صار، لحقلهم إنك اتطلقتي، خليهم يجوا ياخدوكي تعيشي معهم، ما بيصير تضلي لحالك في البيت هون. يلا خاطري. عمتي أنا شو عملت بعالي؟ خاطري. هاي تركتك 4 أيام زيادة، قلت لحالي حتى تدبر حالك. كتر خيرك والله. يلا قوم التتر لشوف، التتر جيب كل شي عندك. قبل ما أجيب لك شي، ليش فاضح سري بالحارة؟ أنا؟ إيه ما حكيت لحدا شي؟ لكن من وين عرفوا ماسكين ريا على الطالعة والنازلة وعم ينقروا علي؟ لك عم أقول لك أنا مالي حاكي شي، بس أنت إذا مفتكر بكلامك هاد رح تمرق علي، إيه رح أطلع على الحارة وأحكي كل شي بعرفه عنك. أيوه يعني أنت ما حكيت شي؟ لك ورحمة تراب أخي مالي حاكي. بعدين أنت لشو خايف؟ صحيح انت لا اصل ولا فصل، بس اخي لما اشتراك كان يلي باعك خاطفك من عيلتك، يعني انت لك صياح ما لك ابن حرام. بشرفك عم تحكي عن حقا؟ لك عم حاكيك اصلي، يعني انت لك اب وام وعيله محترمه، ومشان هيك المرحوم اخي دفع فيك هذيك الحسبه. نسيت هدول 10 ذهبات، بس ما بتورجيني وشك لحتى ابعت وراك. ها شو عليه؟ لنشوف آخرتها معك. الله معك. طع عمرك شو سريع. لك الظهر كان عندي يا أبو صافي وتغديت أنا وياه. ابعت شي واحد من جماعتك، خليه يجيبه لعندك وفهم إنه شو صاير معه. ما حابعت حدا، أنا راح روح لعنده بذات نفسي وأفهم لك شو القصة. الله يرضى عليك. افهم لي شو صاير معه وخبرني. مشي. والله ما عم بقدر اطلع من البيت يا ام جميل. والله معك حق يا ام عز، وشو ما حكيت ما رح نسيك. حبست كاملة، كسرتني كسر. بس أهل الحارة كلها يا أم عزو بيعرفوكي وبيعرفوا شو مربية. بس ما بيعرفوا أهل الحارة إنه بنتي بريئة. الله يستفل فيهم اللي تهموها التهم الباطلة. إن شاء الله بنقص لسانه كل واحد بيحكي علينا بالعاطل. إن شاء الله بتظهر براءة كاملة وبيخرسوا الناس كلها. يا رب يا رب تجيب لنا وترد لنا حقنا يا رب. ولي على قامة هالعالم بدون سيرة يحكوا فيها. إن شاء الله بنقص لسانه كل واحد بده يحكي علينا بكلمة عاطلة يا حق.
حينقصوا حبيبتي حينقصوا، بس لتطلع كاملة إن شاء الله من القلعة. يا رب يا رب دخيلك، عجل بالفرج علينا وطلع أختي كاملة من الحبس. آمين يا رب العالمين. بيت صفحة بيت أبو عزو واحد واحد. يا رب الله يسمع منك يا أم جميل، الله يسمع منك. يا الله إن شاء الله آمين. صحة وغنى. تعالي تقبريني، لا تنسي بقشتك. الله ييسر لك ويسعدك انت وابن عمك ويوفقكم. الله يخلينا اياك يا مرت عمي. خاطرك نديره. السلام عليكم. مع السلامه. يا امو لا تطول، روح جيب مرتك وتعال بسرعه. ماني مطول يا امو راجع، بس انتوا جهزوا لنا السهره، ها سهره مرتبه. لك على عيني وراسي. يو. ان شاء الله ما يطول اخي مثل ما عم بيقول يا امو. لا تقولي هلا، اول ما يكتب الكتاب عليها من اول وجديد بيقعد له ساعه زمان عند اهلها وبيجيبها وبيجي. الله يوفقهم مع بعضهم يا رب. الله يبعت لك حظ مثل اخواتك واحسن. قولي يا رب. انا من هلا رح احضر السهره لاخي مرته يا عمو. ايه تقبريني حضري. الله يرضى عليكي ويطعمك حظ ابيض من الثلج واحلى من العسل يا نبيها يا بنت قلبي. عامر ما في تفضل ولو. يلا يلا تفضل. مين تهدي؟ انا اول شيء جاي يبارك لك بجوازتك من بنت المرحوم غازي. الله يبارك فيك، تستاهل كل خير. ثاني شيء أنا جاي أسألك، أنت ليش مبعد عن أهل هارتك؟ ولو يا أبو عامر، وأنت بتعرف السبب. ما صار بيك، أنت فهمت قصدي مو هيك؟ فهمت، وأنت بتعرف منيح شو اللي صار مع الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنا ما بعرف ليش محمل كل المسؤولية أهل هارتك بشأنك أبوك. ليش مو هذا اللي صار؟ مو أنت والمختار وأهل الحارة ورا موتة أبي؟ لا يا ما صار بيك، أنت غلطان. لا أنا ولا المختار ولا أهل الحارة لهم علاقة بالموضوع. القصة وما فيها، صهره لماجد هو اللي نثر، وأخته لماجد هي اللي قالت إنه أبوك كان السبب. هذا الحكي مو صحيح. لا سيدي صحيح، ما حدا منا معصوم عن غلط، كل واحد فينا بيغلط. وأبصر أبوك شو كان ظروفه، يمكن عنده شغلات جوات البيت عم بيعوضها برا. لا هذا الحكي مو صحيح عمي. عم نقول لك رب العالمين هو اللي بيعرف شو كانت ظروفه لأبوك، ولازم هي تفهمها. لا أنا ولا المختار ولا أهل الحارة له يد بما قتل أبوك. كذب، كل كلامك كذب بكذب. وأنا عندي الحجة إنه أنت وأهل الحارة اشتركتوا بقتل أبي. كلامك مردود عليك، إذا عندك دليل هاتو. عندي ورح تسمعه، بس يعترف ماجد شو قالت له أخته وصهره. عمي لما مات أبوك الله يرحمه كان ماجد ولد صغير وانت كنت ولد صغير، نحن اللي شفنا كل شيء، ابوك كان غلطان. بقى الله يرضى عليك بدنا نحط كل شيء على جنب نرجع حبايب مثل الاول. صعب كثير نرجع مثل الاول. لا لا مو صعب. ولي طلب ثالث، اذا صار رح نرجع اخوه مثل الاول واكثر. شو هو الطلب الثالث؟ بدنا نجوز فهميه لصبري. شلون شلون؟ مو صعبة مو هيك؟ لا صعبة. صعبة وصعبة كثير كمان. لا لا مو صعبة. خاصة لما بتستر على أختك مع صبري. لأنه الكلام اللي طلع عليها بالحارة كثير كبير. وأنتم ما شاء الله عائلة كبيرة ومعروفة. ونسبكم شرف كبير. وشرف إلنا كمان. ما بيشرفني ناسب واحد مثل أبو جميل. عمي أبو جميل رجال معدل. وسمعته مثل المسك. وألف مين بتمنى يناسبه. أقسم بذات الله لو عندي بنت لجوزها لابنه من الصبح، لأنه أنا بعرفه منيح. وإذا قلت لا؟ حقك تقول لا، بس وقتها ما فيك تلومها ولا تلومه. شو ممكن يساوي؟ شو قصدك بعدين؟ ما صار بيك. أختك فهمية دارسة وفهمانة وواعي، وصبري فهمان ودارس وواعي وماله ولد صغير، والاثنين بدهم بعض. فالله يخليك، ما بدنا نخليهم يغلطوا، خلينا نسترهم ونقول يا رب.
لساتني ماني موافق. بزر بيك يمكن يصير شيء نحن ما منريده. شو بده يصير يعني؟ والله ما بتعرف يا مزر بيك، طالما بيحبوا بعض أنا خايف أنه تهرب معه، وهذا الشيء ما منريده. لهلأ مو نسيانين قصة بنت أبو سليم. اتركني فكر. ماشي رح أتركك بس لا تطول. أكثر يا خانو نورت كنت مرحبا يا قلبي الله يرضى عليك يا حب يا مو فريالة يحصيها بتعرف قديش غالي علي من غلاوة اخواتك غلاوتها بعيوني يا مو بعيوني فوتي فريال فوتي زطي غراضك فوتي حاضر ابن عمي لا تطولي تقبريني اطلعي بسرعة شبنا نسهر ونفرح فيك الله ما يحرمنا منك يا رب شو هاد يا مو شو هاد هاتي بالليلة قلبنا بتنشامي هاتي راحت إلهام من غير شر رجعت لنا فريال يا عمو أيوة يا سبحان الله عليم الله فرحتي مالي عطيت لحدا اليوم اسلموا اشتغل عند ابو راتب بالقهوه يا حسام قاعد بالبيت لعلمك مظهر بيك يعني البيت بده مصروف وانا برقبتي حرمه ايه وانا بشو قصرت معك ولا لا تركني تروح عند ابو راتب لك يا معلمي الله وكيلك انا ما تركتك بعدين بقول لك شغله انا اشتغلت بالقهوه كرمال عيونك انت شلون شلون ما فهمت عليك عرب لي يا عوض راح اعرف لك يا سيدي انت مو بدك اخبار الحاره توصل لك اول باول ايه بلا بدي ايوه قلت لي بدي واخبار الحاره سيدي من وين بتسمعها مو من الزباين بالقهوه شو قصدك يا عيني عليك انت قلت لي شو قصدك ايه سيدي
أنا أدني راح تكون مع كل زبون القهوة وكل شي بينحكى راح يوصل له لمظهر بيك أول بأول. شو قلتو؟ بني عليك عجبني. بعجبك مظهر بيك؟ خدامك أنا. عجبتني قصة القهوة هاي ومرزوق ما عرفت لوين راح؟ لا والله يا معلم ما عرفت، حتى براتب مشغول باله عليه طول النهار. أوف، هلا براتب ما بيعرف وينه؟ علي لا براتب ولا حدا بالحارة بيعرف وينه. ايوه هيك لك انا معلمي. يعني انت بدك شي منه؟ لا شو بدي منه، شو خصني فيه مرزوق انا؟ المهم خليك انت بالقهوه وجيب لي اخبار. شو بتسمع تعال لي وانا حكارمك. بامرك بامرك يا معلمي على راسي. بسيطه مالك بالعادة تنام قبلي ومن دون ما أسمع منك ولا كلمة حلوة. شو يلي عم بيصير؟ شو ساويت يا قداس؟ شو ساويت؟ لك شو أنت ما بتفهم؟ عم لك ما معي مصاري. ما معي وليش ما أخذت مصاري من النبع تبعها؟ شبك حامد على الشيء ولا عم تتغشمن أنت؟ ما بتعرف شو صاير بيني وبين ابو عامر؟ لا تقلي علقاني. علقاني واصلة لوين وين؟ لا 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 والله ما حبيت لك يا، بس بيني وبينك الحق عليك، كل شيء عم يصير معك من ايدك. شلون بقى؟ ريحوا قداس، ريحوا لابو عامر وحاجتك بهدلة وجيبتك فاضية. حياة عينك قربت. ما عادك مطول يا ابو عامر. عضتك وسعي. اسمع من اخوك القداس قد ما فيك عجل. اسمع مني. هو هيك هو هيك. شوفي ولاد كلب انت وياه؟ الدخيل وفات علينا يا معلم. الدخيل؟ شو عم يسوي الدخيل وانتو هون؟ والله ما بعرف، الله وكيلك ما بعرف، ما سمعنا الا صوت النسوان عم يصرخوا جوات الخيمة. خلاص ليش ما قوصتوا عليه ولا؟ ما لحقته ولا شفته، هرب بهالعتمة، الله وكيلك. هرب يا حمار؟ وين كانوا الحراس؟ ليش ما عم يحرزوا المخيم؟ لك تحاش انتو؟ فتحوا عيونكم منيح، أحسن ما قلعلكم يا هون. طول بالك يا معلمي، طول بالك، يمكن يكون حرامي. بلا لك مصدي ولا ما في حرامي بيقدر يهوب نحنا، هذا اكيد قصدنا. شو قصدك معلم؟ لك اللي فايت لعنا عرفان لوين فايت وشو بده كمان. برايك مين ممكن يكون؟ لازم اعرف مين هذا الشخص. شو كان بده مني؟ روح روح روح. ابن عمي لك عيون ولا ابن عمك؟ انت بتحبني؟ شو حكي يا حبه؟ طبعا حبه. ليش تجوزتك لكان؟ طيب معناتها وافق تجوز فهميه لصبري. انت عم تقولي هيك يا ورده؟ ايه شو فيها؟ اذا هن الاثنين بيحبوا بعض واثنيناتهم ما غلطوا. يعني مو غلط تجوزوا؟ لا مو غلط. خليها تفرح باللي اختارته مثل ما انا فرحت فيك. شو؟ نمت نمت. وافقت؟ نمت.
ما ضل حدا بالحارة إلا وتواصلت مشان جوازتنا. وأخي مقسئل، يا رب يا رب دخيلك توقف معنا يا رب. عمي صياح. وين 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 عمي صياح؟ شو وين كاين؟ والله كنت عم بتسيرها. ايوه عم تتسيرها. وما تاخذنا معك نتسيرها؟ خليك بشغلك بلا كتر حكي. شو عم تقول امي؟ امي الناس عم تحكي علينا شربي بالغلط، وغير هيك انا ما بحب حدا يجيب معدلنا او عامل طلبا مني. بس يا مظهر، انا اعطيت كلمه وخلص امي. الله يخليك، الف مبروك فهمي. الله يبارك فيكي ورده. مبروك. الله يبارك فيكي امي. الله يديمك فوق راسي يا اخي. مبروك ان شاء الله. زعلي مني، الله يخليكي. بحب انحرجت قدام ابو عامر، بعرف انه كان لازم اخذ شغلك قبل. الله يوفقك. الحمد لله يا ربي الحمد لله. لك اضربيني قرصيني، ماني مصدقة حالي. انا بحلم ولا بحلم؟ اكيد انت بحلم. الحمد لله يا ربي، يعني هلا صبري صار من نصيبي. لك شبكي؟ ما سمعتي مظهر شو قال؟ امبارح ابو عامر بذات نفسه اجى وطلب ايدك لصبري. شكرك وبحمدك يا رب، يعني واخيرا رح يتحقق حلمي واخذ الانسان اللي بحبه. بيصبر بينال مراده. ما عم صدق حالي، حاسه حالي طايره يا ورده طايره. وين كنت امبارح؟ دقيت عليك الباب وما لقيتها. والله رحت مشوار ضروري يا معلم. شو المشوار اللي خلاك تغيب كل الليل؟ كان عندي شغله قضيتها. لوين؟ شباب صياح، ما بدك تحكي وين كنت؟ بعدين تعرف مالي. ايه على راحتك. ايه منيح. يلا يعطيك العافية. السلام عليكم. الله معك حليب. اسمعوا الأدب. مور مظهر بيه، بتروح بتدور على مرزوق تقتله على الخالص بتجي لعندي. ليه 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 شو في معلم؟ ليه؟ مثل ما سمعت بتساوي، بتدور على مرزوق بتقتله على الخالص بتخلص منه، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف عنك كل شيء، وهو الوحيد اللي حيوصل رقبتك هي للمشتع. فهمت؟ ما بدي مشاكل، بتقتله وبترجع. فهمت معلم. بعيونك من هلأ قرار الفاتحة على روح المرزوق. اسمع لله، من طلعتك ما عندي من هون تروح لعند ابو عامر تقول له مظهر بدك بيسلم عليك وموافق على طلبك. إيه لا لا شو يا دب؟ لا اله الا الله. يلا روح روح. هلا انت طلبت ايد اخته ولمظهر لابني صبري؟ ايه يا ابو جميل، رحت لعندهم منه وطلبتها ووافق. قلت لي وافق؟ الحمد لله. والخميس الجاي بنطلع جاهب مع عيتك وشان نفصل النقد ونكتب الكتاب. الله يجبر بخاطرك يا كبير. الله يخلينا اياك يا كبير الحارة. والله ما بعرف شو بدي لك يا ابو عامر، ولك ربي يفرج عليك مثل ما فرجت عن قلب الاولاد ويستر على حريمك يا رب. لا يا ابو جميل، ابنك بغلاوة ابني عامر. لك يسلم لك اللي عندك ويفرحنا بفرحه. بحياتك يا ابو جميل. ايه يا عم صبري، ارتاح بالك هلا؟ الله يجعل التمام على خير يا رب. امين يا رب. الله يخلينا اياك يا سيدي. استغفر الله. بدي لك شغله يا ابو عامر، والله الحاره من دونك ما تسوى شيء. لا يا رجل، الحاره قيمتها بالطيبين امثالك. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. يلا بالاذن. ما شربناك شيء؟ هلا بدي شربك. قل لك
نشربها بعد كتب كتابه مين؟ سيدي ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. سلام يا أبو عامر. سلامة. مبروك أخي. الله يبارك فيك يا أخي. الله يبارك فيك. روح يا بيي، روح على البيت، خبر أمك وأختك وفرح لي قلبهم. يلا يا أبي يلا. رح يتجوزها غصب عن شواربه المظهر. شو غصب عن شواربه؟ لك يا ابني هي جوازي، جوازي مو خناقة. غصب عن شواربه. فوت لجوا، فوت. أمرك يا أبي، أمرك. فوت يا أبو، فوت. باركي لي يا أمي، باركي لي. شوفني شوفني. أبو عامر طلب لي فهمية من أخوه مظهر ومظهر وافا. إن شاء الله ألف مبروك. الله يفرح قلبك يا أبو عامر مثل ما فرحت قلبي وقلب ابني. تهبر قلبي إن شاء الله. ألف مبروك سلفي. بس هي بدها حلوان مرتبها، شنو ما بتنقضها كيف ما كان. أنت بتأمري مرت أخي، طلبي وتمني. الله يخلي لنا إياك. أنت المهم تضل سالم وتضل مبسوط. الله يجبر بخاطرك. يا مو، أنت فصيلة النقد؟ يوم الخميس يا مو طالق ابو عامر مع الجاهه لعند اخوه مظهر مشان يفصلوا النات. بهالسرعه؟ دق الحديد وهو حامي يا مو حاكم. هذا اخوه مظهر علاقته جوزتين خرج. ايه على بركه الله. ان شاء الله الف مبروك. وهلا ارتاح بالك يا مو ما هيك؟ لا والله يا مو، ما حيرتاح بالي لبين ما اكتب كتابي عليها وتجي لعندي لهون. ابو عامر حكى ورجالي بيرتبطوا من لسانهم لك ابني، وان شاء الله فهميه ما بتكون الا من نصيبك. الله يسمع منك يا مو، خليكي فوق راسي. تقبر قلبي ان شاء الله. الله يرضى عليك. بدك شي يا مو؟ انا رايح على الشغل. سلامة قلبك حبيبي. يلا مخاطركم. الله معك. مع السلامة. آخ ألف حمد وشكر لك يا رب. منيح اللي وافق مظهر ليفرح قلبه لصبري. أي والله الحمد لله. الله يجعل التمام على خير. آمين يا رب. وأنت يا مو نجاح، إمتى بدنا نفرح بعرسك على مطيع؟ تقبريلي. إن شاء الله ألف مبروك يا أبو جميل. خبرية حلوة، إن شاء الله ألف مبروك يا أبو جميل. يا سيدي الله يبارك فيكم ويبارك حبايبكم. أبو جميل، شلون قدرت تقنع المظهر؟ والله يا مختار مو أنا اللي قنعته، أبو عامر هو اللي قنعه. أبو عامر؟ إيه، راح لعنده على البيت وطلب إيد أخته لابني صبري، ومظهر وافق على الحارق. إيه، على خير إن شاء الله. عمي، أبو عامر كلمته بالحارة ما بتصير تنتين. هيك ابو راتب؟ يا على خير على خير. الله يقدم اللي فيه الخير. يا سيدي الله يسلمك. خير ابو راتب؟ شايفك مو على بعضك. مرزوق يا مختار مرزوق. شو مو مرزوق؟ لهلا مو مبين. وبصراحة قلبي عم يغلي عليه. هلا ما حدا راح سأل اخواته البنات عنه؟ سألوا، بس ما حدا شافه منه. شيخ وين بده يكون راح؟ وين اختفى؟ اخي ابو جميل الغايب عزره معه، الا ما ارتاهي اللي جاي. على خير ان شاء الله، الله يقدم اللي فيه الخير. عقبال كل بنات الحاره بالستر وراحة البال. امين يا رب العالمين. والف مبروك فريال برجعتك لجوزك. الله يبارك فيكي شهيره خانم. والله فرحت لك من جوات قلبي وفرحت لالهام بجوازتك. تفرحي باحبابك شهيره خانم. ألف الحمد لله اللي صارت الهامة ببيت جوزة. والله ما في أحلى من سترة المرأة ببيت جوزة. مظبوط كلامك يسلم هالتم، سترة المرأة ببيت جوزة. مظبوط. بصراحة يا أم معروف أنا بعتت وراك لأني حابة رجع المي لمجاريها، وبدي أحكي كمان معك بموضوع. خير شهيرة خانة؟ ليقوم يجي ويشوفك. لك ما رح يجي ما رح يجي. شنو طلع برات الحارة يا عيون؟ لوين راح؟ شو بيعرفني وين راح؟ ولا قال لحدا لوين رايح. وانت شو بدك جاي؟ يعني ليش جاي؟ فوتي جيبي مصاري. شنو كثير متضايق. واللي ما معه؟ لك هلا ما عاد تقدري تدبري راسك يا فوزيه. ما معي والله ما معي. فوتي جيبي مصاري من المصاري تبعات جوزك. يا لا ما بقدر ما بقدر منوب. يا شلون ما بتقدري؟ هلا ما عاد تقدري تدبري راسك فوزيه. صدقني يا كداس، صدقني انه ابو عامر قافل الصندوق واخذ المفتاح معه. هيك لك؟ اي والله. ماشي أنا جاي بكرة وبدك تدبري مصاري غصب عني. خلص خلص ماشي رح أشوف كيف بدي أدبر. فوزية الله يطعمك ما تدبري مصاري، لا تشوفي شي بحياتك ما شفتي مثله. ماشي. ماشي.
بدك تخطبي بنتي نبيها لأخوك أبو عامر شايرة خانو؟ إيه يا أم معروف، ونحن إنا الشرف بنسبكم. نحن اللي بيزداد شرف فيكي وبأخوكي شهيرة خانو. بس يعني خير أم معروف، يعني لا تواخذيني بهالكلمة، أخوك أبو عامر عنده 3 نسوان. مظبوط يا أم معروف، بس أخي أبو عامر ما عنده غير ولد واحد عامر، يعني وهو ناطف قلبه على الأولاد، ومن حقه إنه يكون عنده أولاد ويعبوا هالبيت. والله من ناحية من حقه، من حقه، بس يعني بتعرفي شهيرة خانو هيك قصص ببت فيها الرجال. بقى شور شور ابني أبو محمود، بشاوره برد لك خبر، وإن شاء الله ربي يقدم اللي فيه الخير. وشوفيها بنتك رح تكون عنا معززة مكرمة مثل كل نسوانه إذا صار نصيب. ولو يا شهيرة خانو، طول عمركم بيتكم بيت العز والجود والكرم. تسلمي تسلمي يا أم معروف. يعني ما صار إلا وساوت اللي براسة شهيرة خانو وخطبت له نبيها لابن عمي؟ شهيرة خانو ما بتعرفيها، ما بتساوي إلا يلي براسة. بعدين نحن ما فينا نقول شيء مشان ما يزعل ابن عمي. هي الجوازة ما لازم تتم، ما لازم تتم. يو ليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ انتي نسياني انه نبيها بنت صغيرة؟ اي والله والله بكرة ابن عمي ليدلله ويشيله على كفوف الراحات، وخاصة اذا جابت له ولد. اي ما بقى يتطلع لا فيني ولا فيكي. اي لا، ابن عمي ما بيعملها. وليش بقى حتى ما يعملها؟ هي انتي فوزية خانو، جوزتي ابن عمي وجبتي له ولد، بس ما تخلى عنا. وشعول هلأ عم يعطي كل وحدة حقها ومستحقها، وما عم يقصر مع ولا وحدة فينا. مطيعة، هي الجوازة ما لازم تتم، يعني ما لازم تتم. ولا نسيتي شو صار من ورا موتة زهرية؟ شو قصدك فوزية خانو؟ تعرفي شغلة؟ أنا الحق علي إني أجي أحكي معك، لأنك عن جد ما بتفهمي. يخرب بيتك من حالك شو سئيلة؟ عن جد ما بتفهمي؟ إيه شو بتقصد بكلامها يعني؟ أبو عامر بده يتجوزني؟ إيه أبو عامر. بس يا فريال بس شو؟ أبو عامر أكبر مني بكتير. الرجال ما بيعيبه العمر يا نبيها، الرجال بيعيبه جيبته وأخلاقه. أبو عامر أخلاقه بتشد فيها كل رجال الحارة، والله منعم عليه، ورجال الحارة كلهم بيعملوا له حساب. إيه بس هو متجوز 3 نسوان. وإنتي رح تكوني الرابعة والمدللة، خصوصي إذا جبتي له ولد رح يعزك أكثر من فوزية. هيك قولتك؟ هيك الأعل بيقول. لك تحكي بعبك انه ابو عامر كرم بده يتجوزك، وشهيرة خانو ما في اطيب من قلبها، رح تسعدي عندها كثير. ما بعرف، الله قدامي في الخير. فكري منيح، هالجوازه ما بتصح لك مره ثانيه، خدي بنصيحتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اهلا يا اهلا بشي ابو عامر. اهلين اهلين اهلين. تفضل تفضل. شكرا. أنا مثل ما وعدتك نفذتها، ليك اجيت. وأنا تشرفت بهذه الزيارة. يا ميت أهلين. طلباتك جناب الكومندان. الحقيقة طلبات مش كثيرة. أولاً أنا حابب أنصبك زعيم على حارتك. وثانياً كمان حابب إنك تكون صديق مقرب من فرنسا. يا جناب الكومندان، أنا ما بحاجة لكون زعيم، لأني معروف بكل الشام والناس كلها بتعرفني، وما بدي يكون مرتبط بدولة احتلت بلدي حتى تعيني بهذا المنصب. نحن لسنا محتلين لبلدكم جناب الكومندان. احكي شو بدك، لا تخبي شي بقلبك، عم بسمعك. أبو عامر، لماذا أنتم لستم راضين عن وجودنا هنا؟ نحن أتينا إلى هذا البلد الضعيف الصغير لكي نساعدكم، لنقدم إليكم حضارتنا والعلم الذي لا تعرفونه أبداً. ومين قال لك أنه نحن ما عندنا حضارة يا جناب الكومندان؟ نحن عندنا حضارة، وحضارتنا أكبر من حضارتكم. أنتوا إذا بدكم تساعدونا طلعوا من بلدنا، ونحن قادرين نعمل اللي عملتوه أكثر. أكمل أكمل أبو عامر. واللي بده يساعدنا يا جناب الكومندان ما بيعلقنا مع بعضنا، ما بيحبس شبابنا وبيقتل رجالنا. إذا بدكم تساعدونا مثل ما قلت لك،
رجعوا لبلدكم ونحن بألف خير. نحن لن نخرج من هنا حتى نحقق ما جئنا لأجله. ايوه، معناتها ما راح يصير الشيء اللي بذكركم. لماذا؟ لأنه البلد مو بلدكم يا جناب الكومندان، والشعب مو شعبكم، حتى الناس ما حتساعدكم. لعلمك هاي البلد مر عليها غزاة كتير، اجوا واحتلوها وقتلوا شعبها وأخذوا خيراتها، وهلأ وينه؟ كله تقلع لبرا ومات نصهم. تقصد أنكم ستقاتلوننا حتى نخرج من بلدكم؟ قلت لحالك يا جناب الكومندان. ولهذا تشترون السلاح وتتجمعون حول دمشق. من حق كل إنسان أن يدافع عن أرضه وأرضه وشرفه. ترامي سيدي، قهوة؟ نشرب. اللي بده يزعل يدافع عن حاله. وأنا جاهزة لدافع عن حالي يا خانو. طيب بدي أسألك، الدواء اللي جبت لك اياه من المستشفى شو عملتي فيه؟ أخذتيه كله ولا لحشتيه ورا ظهري؟ الله وكيلك يا خانو، الله يشهد علي إني عملت مثل ما قال لي الحكيم، ضليت أشرب منه لحتى خلاص. صادقة يا مطيع، صادقة. أنا عم بسألك هالسؤال لحتى أعرف ليش هالدواء ما جاب نتيجة. والله ما بعرف يا خانو، العلم عند رب العالمين. طيب رح أسألك سؤال وبدي منك تجاوبيني بصراحة بدون ما تستحي. اسأليني يا خانو. هلأ أنتي ولا مرة حسيتي حالك إنك حبلي وطرحتي بالغلط؟ لا والله يا خانو، مو لمرة. ولا مرة؟ ولا مرة؟ والله يا خانو مو لمرة حسيت إنه صار معي شي غريب، كله مثل بعضه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شو يعني يا خانو؟ بكرة لما جوزك يتجوز نبيها ويجيب منا أولاد كتير، ساعتها أنا رح أعرف يعني العطل مني ولا من كاملة ولا من فوزية ولا من أخي. العطل مني يا خانو؟ أكيد العطل مني، أنا بعرف حالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. معناها لازم أخذك مرة تانية على المستشفى وخليك تتحكم. أنا جاهزة للي بتأمريه يا خانو. حطي براسك إنه جوزك رح يتجوز، يعني رح يتجوز حتى لو جبتوا له أولاد، لأني أنا حكيت بالبنت وبكرة بإذن الله رح أخذ الموافقة منه. الله يقدم له يلي فيه الخير يا خانو. آمين يا رب العالمين. ما فهمت يا جانب الكومندان، كيف بدنا نتعاون أنا وياك؟ أولاً لا نريد من رجالك أن يتعرضوا لعسكرنا. ثاني شيء. ثانياً لا نريد أن نسمع أنكم اشتريتم سلاح. وثالثاً يا جناب الكومندان، أريد من أبو الصلح أن يسلم نفسه مع أبو الخضر وعشرة رجال من المخربين لأمننا. في شيء غيره بدك تقوله؟ في الوقت الحاضر لا، لكن سيكون هناك طلبات أخرى، ولكن هي لصالحك ولصالح شعبك. شوف يا جناب الكومندان، بالنسبة للهجوم عليكم أنا ما بضمن أنه يتوقف طالما أنتم محتلين هالبلد. ثانياً يا جناب الكومندان، السلاح اللي عم تهاجمونا فيه بده سلاح مقابله. وبالنسبة لأبو الخضر وجماعة أبو الصلح، أنا ما فيني أقنعهم أنه يسلموا حالهم، ما فيني أقنعهم ما يحاربوكم، لأنه أنتم محتلين البلد مو جايين تساعدونا، وهدول مو مخربين.